صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في صباح الورد وقايه معرض الصحافه الالكترونيه التونسيه. باش نبدا مع سيت افريكان ماناجير، تقرا مقال عنوانه الغنوش يقول اينما حل انصار الشريعه والسلفيه الجهاديه حل الدمار والخراب. رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في اجتماع للحركة في حي التضامن قال أينما حل أنصار الشريعة والسلفية الجهادية وهم يحملون راية من خوارج العصر حل الدمار والخراب بالبلدان العربية والإسلامية. وحسب المقال الشيخ راشد الغنوشي يتحديهم يعطيوه دولة واحدة نجحوا فيها، وقال اللي حركة النهضة تختلف عليهم وليست متهورة ولا متشددة وتريد مصلحة البلاد. يا حسرة يا شيخ راشد، منين كانوا أولادنا وما هم جايين من المريخ ويفكروك في شبابك؟ سبحان مغير الأحوال، البارح نقول عليهم يبشروا بثقافة واليوم نقول عليهم أينما حلوا حل الدمار والخراب. إن شاء الله ما يطلعش حديثك حتى هذا زاد خرجوه من سياقه كالعادة يا شيخ. في الأرابيسك تي في تقرأ وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى محاربة الإسلام الراديكالي في تونس. وزير الداخلية الفرنساوي مانويل فالس أجرى حوار مع مجلة جون أفريك، دعا من خلال الحوار هذا إلى ضرورة محاربة الإسلام الراديكالي في تونس، وقال اللي هو يميز ما بين الإسلام والإسلاموية وما يقصدش الأنظمة الإسلامية إنما يقصد الإسلام المتطرف. مرة أخرى وزير الداخلية الفرنساوي دخل خشمه في حكاية ما تهموش وما تعنيوش. ينجم يكون اللي يقول فيه صحيح راهو معقول، اما ظهر لي كانت لها ببلاده وامور بلاده خير. للي ما يعرفش مانويل فالس وما سمعش بتصريحاته من قبل، او نذكركم بهذه اكيد باش تعرفوها. J'espère que vous aurez l'intelligence de vous excuser et je suis certaine que le peuple tunisien, le grand peuple tunisien acceptera vos excuses. Il est temps pour croire que la situation est finie et changée, que Ben Ali n'est plus là, que le monde bouge et que la colonisation est finie, réellement finie. On doit instaurer de nouvelles relations basées sur le respect réciproque et mutuel. Voilà, si Manuel Valls, أعرف شنو تقول معناتها المرة الجاية، ما كانش رايت تغشش عليك سونيا التومية كيما المرة اللي فاتت وتخاطبك بلغة مولير. بون، هي الحقيقة مش مولير برشا برشا. ونختم مع سيد الجريدة التونسية تقرأ ورغم الاعتداء على الأمن النيابة العمومية تفرج عن ريكوبا ودغيش. نهار السبت قوات الأمن اعتقلت زوز عناصر من رابطات حماية الثورة عماد دغيج وريكوبا بعد ما نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة من غير ما يتحصلوا على ترخيص. وحسب مقال الجريدة زوز قاموا بالاعتداء على أعوان الأمن وصارت بعض المناوشات، مما اضطر الأمن لاستعمال الغاز المسيل للدموع ولتفريق المتظاهرين. بعد ما شدوهم تم الإفراج على ريكوبا وعماد دغيج كأنه حتى شيء ما صار، الشيء اللي خلى ثم استياء كبير في صفوف أعوان وقيادات قوات الأمن، وكأنه معناتها ثم عباد في بلادنا عندهم الحصانة وفوق روسهم ريشة وزيد معناتها يحتكروا الثورة لرواحهم من فوق. صابر المرايح، واحد من شباب الثورة على سبيل المثال قعد موقوف أكثر من عام على خاطر راو فيديو، هو في وسط الفيديو معناتها متعدي على روحه، دونك وقفوه على أساس كونه شارك في الاعتداء على أعوان الأمن. ولهنا كما شفنا مع تزوز يعتديوا على الأمن حسب المقال دي منقول، وفي الأخر يسيبوهم في 24 ساعة. في بلدنا كانوا حاجتين يلزم الأمن يقعد بعيد عليهم وما يتعاملش معهم. الحاجة الأولى هي رابطة حماية الثورة اللي يصولوا ويجولوا ويعملوا كما يحبوا، والحاجة الثانية هي اللي قتل الشهيد شكري بالعيد اللي دفنوه ونسوه.